السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم فيديو ديالنا هذا بأتم الصحة والعافية. وهذا الفيديو سيتكلم على أسود الأطلس الذين سحقوا الأرجنتين برباعية نظيفة مونديال مبتوري الأطراف. يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف تألقه في بطولة العالم المقامة في مدينة إسطنبول التركية في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 11 أكتوبر. وتأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف إلى دور ربع نهائي ببطولة العالم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 4-0 في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022. واستطاع المنتخب الوطني تجاوز دور المجموعات ثم دور الثمن ليصل إلى دور الربع النهائي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني ب4-0. مبروك لمنتخبنا الأسود، أسود الأطلس، طبعا يستحقون التشجيع من كل الأطراف، من كل المغاربة. أكرر مبروك عليكم، وإن شاء الله إلى الأمام في الدوري القادم بإذن الله. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه مع ألف سلامة وتحية. طبعا عندكم قسم التعليقات، يمكن أن تعبروا لفرحكم أو لملاحظتكم كيفما شئتم في هذا في هذه الخانة، خانة التعليقات. طبعا مع السلامة.